واحد يقول ما هو موقف الكنيسة تجاه الزوجة التي ترفض الرجوع إلى زوجها بعد مرور 5 سنوات؟ يقول متجوز من 11 سنة وأرجو تدخل مجلس الإكليريكي. هو طبعا الزوجة اللي بعد 11 سنة أو بعد 11 سنة منهم ال5 سنين دول، يعني بعد 6 سنين مش عايزة تقعد مع الراجل وتسيبه وتمشي، لازم هو ما عرفش يتعامل معها. في مثل لطيف بيقول ايه؟ المرأة كالقيصارة الذي لا يحسن العزف عليها تسمعه أنغاما لا ترضي، لكن إذا كنت تعرف تعزف على هذه القيصارة فأنا بدل ما أصحح سؤالك، بدل ما تقول ما هو موقف الكنيسة تجاه الزوجة التي ترفض الرجوع لزوجها، أقول ما هو موقف الكنيسة من الزوج اللي يطفش مراته بعد 6 سنين من الزواج. البنات اللي ما اتجوزوش ما يخافوش، مش كل الرجاله كده.